مساء الخير، هلا بنات، شلونكم؟ شو اخباركم؟ احكي لكم عن شامبو الالو جوجوبا والكونديشنر وجل الصبار والالو فيرست. طبعا هذول منتجات من شركه فور اوف ليفينج برودكت. يعني هذا الشامبو انصح كل بنيه، مو على مود اني دابيعه، بس والله يعني يفيد الشعر، ينعمه، يطلع البيبي هير، القشره تروح، يكون حيوي، يعني الشعر كلش كلش هواية شغلات. يعني أنا شعري شفت فرق عليه، يعني راح يصير لي تقريبا 6 شهور أنا أستخدم هاي نفس النوعية، وطبعا كان خلصان عندي اليوم، يعني إجاني همين سويت أوردر عليه وجبته. يعني فأنصح كل بنية تاخذ من عند هذا الشامبو المكيف. شامبو المكيف طبعا شامبو اول ما تستخدميه حيسوي شويه خشونه بالشعر، غني بالصبار وزيت الجوجوبا. طبعا سوي خشونه بالشعر اول استخدام، ثاني استخدام، ثالث استخدام راح يرجع شعرك تحسيه يعني ماكو، تنفس، كل المواد الكيميائيه راحت، لمعه، سرح، هاي الكفشه النفشل بالشعر. ويا هذا طبعا يقوم يطلع البيبي هير، شكو فراغات بالشعر يميها بمرور الوقت، مو من اول اسبوع ولا اسبوعين، بمرور الوقت. طبعا هذا صار له تقريبا كل شوية عندي ما خلاص يعني، بس الشامبو المكيف خلصوا. طبعا هذا الشامبو المكيف لكل انواع الشعر، وهذا جل الصبار انا استخدمه ويا زيت الزيتون، اسوي حمام زيتي لشعري مرتين بالاسبوع او مرة بالاسبوع، يعني مو شرط، مو كل يوم يعني. والشامبو بين يوم ويوم أغسل شعري بيهم. اللي يحب أي استفسار أي شيء ممكن يتواصل وياي، أنا بخدمتكم تدللون. يعني بس حبيت أفيدكم، يعني لأن كل بنية يعجبها يكون شعرها حلو طويل ناعم، ما بي قشرة، ما بي تقصف، ماكو فراغات بالشعر، فمكونات طبيعية، ما بي اي مواد كيميائيه. العنصر الاساسي بهذا الشامبو المكيف هو الصبار وزيت الجوجوبا اللي حنايه مو طبيعيه بالشعر. وطبعا اكو حبوب سبلمنت، بس انا حاليا ما استخدمها لان حامل، فيعني خلصت عندي من زمان وما جبت من عندها. حبوب فيتامينات هم تقوي الشعر والاظافر والبشره، بس دورها الاساسي هي للشعر. الوفيرا كومباني اي سؤال عندكم سألوني، وانا بخدمتكم، ما قصر وياكم ان شاء الله حبيباتي.